مرحبا أعزائي في درس جديد من مكون النشاط العلمي بموضوع صحة الإنسان الوحدة الخامسة الحصة الأولى سلوكات مفيدة لصحة الإنسان. إذا الهدف التعلمي من هذه الحصة أحدد بعض السلوكات التي تعزز الصحة الجيدة. إذا أعزائي أول شيء نبدأ به دائما هو ملاحظة هذه الصورة. إذا ماذا نلاحظ؟ نعم نلاحظ أن هناك شخص يستحم فهو ينظف نفسه. دائما نقول النظافة من الإيمان والأوساخ من الشيطان. إذا أعزائي فنظافة الجسم أساسية لصحة الإنسان. إذا كسؤال للتقصي، ما السلوكات المفيدة لصحة الإنسان؟ نفترض بعض الفرضيات. السلوكات المفيدة لصحة الإنسان هي تناول الأغذية المتوازنة وممارسة الرياضة والمحافظة على نظافة الجسم وتجنب الأماكن الملوثة. إذن أعزائي سنتحقق من كل هذه الفرضيات وسنجيب عن السؤال الأول. أحيط بخط الرسوم التي تمثل سلوكا مفيدا لصحة الجسم. إذن الرسم الأول، طفل يغسل يديه بالماء والصابون. ثم الصورة الثانية، غسل الأسنان بالماء والمعجون. الصورة الثالثة، التمارين الرياضة مضرة بالصحة. الصورة الرابعة، أتجنب الإكثار من تناول الحلويات الملونة والعصائر المصنعة. الصورة الخامسة، أتجنب الإكثار من تناول المقليات والأغذية المصبرة. ثم الصورة الثالثة، أنام لمدة زمنية كافية. إذن أعزائي، هل الصورة الأولى سلوك مفيد لصحة الجسم؟ يعني الطفل يغسل يديه بالماء والصابون. نعم، فهذا سلوك مفيد للجسم. إذن أحيط هذه الصورة. ثم الصورة الثانية، هل هي سلوك مفيد لصحة الجسم؟ نعم جيد، فغسل الأسنان بالماء والمعجون فهو سلوك مفيد لصحة الجسم. الصورة الثالثة، التمارين الرياضية مضرة بالصحة. هل التمارين الرياضية مضرة بالصحة؟ لا، فهي غير مضرة بالصحة، فهي مهمة جدا إذا كانت منتظمة. إذا لن أحيط هذه الصورة. الصورة الرابعة، أتجنب الإكثار من تناول الحلويات الملونة والعصائر المصنعة. نعم جيد، فهذا سلوك مفيد لصحة الإنسان الجسم إذا تجنبت هذه الحلويات، إذا أحيطها. ثم الصورة الخامسة، أتجنب الإكثار من تناول المقليات والأغذية المصبرة. نعم جيد، يجب علي تجنب هذه الأنواع من المأكولات. ثم الصورة السادسة، أنام لمدة زمنية كافية. نعم جيد، سأحيطها لأن الجسم يحتاج للنوم الكافي لكي يستعيد نشاطه. جيد، الآن نمر إلى السؤال الثاني. أربط بخط عمر كل طفل بمدة النوم اللازمة ليرتاح. أعيد، أربط بخط عمر كل طفل بمدة النوم اللازمة ليرتاح. إذن لدينا هنا العمر بالسنوات ولدينا هنا المدة الزمنية التي يحتاجها الشخص للنوم وهي بالساعات. إذن لدينا هنا طفل عمره 3 سنوات. إذن كم سيحتاج من ساعة للنوم؟ نعم جيد، فهو يحتاج إلى 14 ساعة. ثم لدينا طفل عمره 6 سنوات. إذن فهو كم سيحتاج من ساعة للنوم؟ جيد، فهو سيحتاج إلى 12 ساعة. ثم لدينا 12 سنة، هذا الطفل عمره 12 سنة. جيد، فهو يحتاج إلى 10 ساعات للنوم. وأخيرا لدينا طفل عمره 15 سنة، فهو يحتاج إلى 8 ساعات. إذن ماذا تلاحظون أعزائي؟ نلاحظ ماذا؟ جيد، نلاحظ أن كلما كان عمر الطفل صغيرا فهو يحتاج إلى ساعات أكبر للنوم، وعندما يكون عمره كبيرا فهو يحتاج إلى ساعات أقل للنوم. جيد، الآن نمر إلى السؤال الثالث. أصل بخط الأغذية المصنعة التي تحتوي على مضادات غذائية بعضها يضر بصحة المستهلك.
لاحظوا معي، لدينا هنا المضافات الغذائية، ملونات الحلويات، المنكهات، المواد الحافظة والملح. إذن ما هي المضافات الغذائية؟ إذن المضافات الغذائية هي مواد تضاف للأغذية لأغراض معينة، كالملونات لإعطاء اللون المطلوب، والمنكهات للحصول على نكهة أو مذاق خاص، ثم المواد الحافظة لتمديد مدة حفظ المواد. نبدأ أولا بحلويات ملونة. ما هي المواد المضافة إليها؟ نعم جيد، هل هي ملونات الحلويات، أم المنكهات، أم المواد الحافظة، أم الملح؟ نعم، هنا قلنا حلويات ملونة، إذا المادة المضافة إليها فهي ملونات الحلويات. نعم جيد، لدينا مشروبات غازية بنكهة خاصة، إذا ما هي المضافات الغذائية؟ جيد، هي المنكهات. ثم لدينا مصبرات الفواكه والخضر. نعم، مصبرات الفواكه والخضر، جيد، فهي المواد الحافظة. ثم لدينا أغذية مملحة. نعم، فالمواد الغذائية المضافة إليها، المضافات الغذائية هي الملح. ثم المصبرات، مصبرات أسماك. نعم جيد، لدينا المواد الحافظة، عندما تكون شيء مصبر فهو يضاف إليه مواد حافظة لتمديد مدة حفظه. ثم لدينا عصائر مصنعة ذات أذواق مختلفة، جيد، فهي مضافة إليها المنكهات وأيضا المواد الحافظة. الآن نمر إلى التخلص. أقرأ: أحافظ على صحتي باتباع ماذا؟ متوازن، تجنب الإكثار من تناول الأغذية المصنعة، ممارسة المنتظمة، المحافظة على كغسل اليدين قبل الأكل والأسنان بعده، ثم النوم الكافي، تجنب الأماكن الملوثة والمغلقة. إذن أحافظ على صحتي باتباع ماذا؟ جيد، باتباع نظام غذائي متوازن، ثم تجنب الإكثار من تناول الأغذية المصنعة، وممارسة ماذا؟ كما قلنا سابقا، ممارسة التمارين الرياضية المنتظمة. يجب أن تكون الرياضة منتظمة لكي ليستفيد منها جسمي. ثم المحافظة على، هنا تتعلق بالنظافة، نعم، على نظافة الجسم كغسل اليدين قبل الأكل والأسنان بعده، ثم النوم الكافي وتجنب الأماكن الملوثة والمغلقة. جيد، نعم، بهذا أكون قد أنهيت حصتنا لهذا اليوم. شكرا على انتباهكم، وأراكم في حصة جديدة وفيديو جديد.